كنيسة ولا جوه كنيسة؟ على ايديكم توعدين انا كمل كمل حاجات حتى لما بيجيبوا البتاع اللي بيحطوا في الزباله برضه محدش بيفهم. هو اصلا الكارت كل بعضها. هو اصلا مكان ايديك حصلت بعد الثوره ولا قبل الثوره ولا كان هي كده اصلا على طول؟ ده قبل الثوره بس كانت خفيفه، كان اللي بيرمي بياخد الحصان بتاعه العربيه. بعد الثوره بيتفاوض اكتر واكتر. ده مش انا بس، انت لو رحت عند هبه الرحمن في الملف هتلاقي الشارع الرئيسي مقفول. هناك. مش هنا بقى، ده كويس دلوقتي. يلا يلا اتفضل. اصلا يعني الحي بيرفع بيشيل والكلام ده كله بيتكرر كل يوم، وبلطجه وقله ادب يعني. ما فيش حد عملنا، بلغنا رئيس الحي كذا مره والراجل على قد مجهوداتهم بيحاولوا هم يعملوا بيشيلوا كل يوم، ولكن ما فيش فايده يعني حتى العربيات بتسد هنا، فده المفروض ان الحي يعني يمنع الناس. طب انا شايفه ان الحي كمان عامل لكم باركن على السور. ماله؟ الباركن اللي موجود ده في سور المدرسه. والله دي تسالي فيها الحي، ان احنا طبعا ده المفروض ممنوع سور المدرسه ده يبقى فيه جراج كده. دي مش ساحه انتظار، ده جراج ثابت. المفروض تسالي فيها ابراهيم صابر رئيس الحي الحاجات دي. طب انت ليه ما حضرتك ليه كمدير مدرسه ما قدمتش شكوى وعملت اي اجراء قانوني؟ في اكتر من رئيس الحي ان انا اكلمه. لا شكوى رسميه. ما كتبنا. بس مش مؤذيين يعني، الجراج ده مش مؤذي بمعنى ايه؟ ان هو منع الشباب ان ممكن يتسلقوا الاسواق. لكن الهدف كله ده ليه ما ممكن يتسلقوا العربيه ويطلعوا من على العربيه؟ لا لا لا، لان بتوع الجراج بيبقوا قاعدين. اه ده الاذى، لان ده اللي بيجي شويه كده تلاقي فيه شويه ورق ويولعوا فيها. اه يولعوا في الحاجات دي. ايوه يبقى كل الدخان ده والتراب بيخش عند الرئيس على الجنة. يبقى تلوث بيئي ده. وحضرتك رفعتها قبل كده على حساب المدرسة ولا هو الحي هو اللي بيجي؟ لا هو الحي بيجي كل يوم بآخر الليل وبيشيل. أيوة يعني لو جيت حضرتك ساعة تاني ولا بتاع تلاقي قد ده 3-4 مرات. أيوة الحي على قد إمكانياته بيشيل. أيوة ولكن عاوزة وعي، بتوع العربيات دول بيرموا، ولو اتكلمنا معاهم أنت عارف في الوقت الأيام دي في بلطجة. أه ما بيقدرش نعمل حاجة. أيوة النقطة دي كانت برضه مهملة. اه ودلوقتي مفيش حد في النقطة بيجددوا فيها تاني اهو، مفيش حد حتى لو جه من شرطة يقعد شوية ويمشي. ايوه ايوه. طب انا اتشرف باسم حضرتك. مصطفى رشدان. مصطفى رشدان حضرتك مدير مدرسة مدير مدرسة السلام عليك يا بنات. شكرا يا حضرتك.